هلا انترستينج انه في ناس اللي مواليد بشوف الموظفين اللي عندنا مواليد 2000 هم تقريبا يعني مواليد ال 98 و99 ل 2000 ما بيعرفوا مكتوب دوت كوم. فجي في جيل جديد الان قاعد بيطلع ما بيعرف الهيستوري اللي صار في الوطن العربي. مكتوب دوت كوم هو اول موقع واكبر موقع عربي كان للانترنت، منه طلع سوق دوت كوم اللي هو كان اسمه مزاد مكتوب. وانا يعني كان لي الشرف انه اشتغلت في مزاد مكتوب كاول موظف بمزاد مكتوب اللي بعدين صار سوق دوت كوم. السبب اللي ذكرت فيه مزاد مكتوب مش عشان مزاد مكتوب، بس لانه بدي اذكر في ناس ملهمين في حياة الشخص بيفرقوا كثير بطريقة تفكيرك مستقبلا كيف تعمل الشغل تبعك. واحد من هدول الناس واول واحد ساعدني اللي هو رونالدو مشحور، اللي هو المؤسس والمدير لامازون الميدل ايست او اللي كانت سوق دوت كوم. رونالدو علمني كيف افكر بطريقه رياديه وكيف فعلا لما اشتغل احب الشغل تبعي وكيف امضي ساعات وساعات وساعات في المكتب وانا فعلا حابب اعطي وحابب ازيد من شغلي. بعام 2014 في مجموعه سعوديه اسمها المجموعه الوطنيه للتقنيه او NTG مشهوره، وبعديها صارت N2V اللي هو الجزء الريادي منها. المهندس محمد البلاع وابنه المهندس رشيد البلاع عملوا لي هيد هانتنج من الاردن ورجيت على السعوديه ابني مجموعه شركات لها علاقه بالانترنت تابعه للمجموعه الوطنيه للتقنيه. من ضمن هاي الشركات كانت شركه وان كارد وشركه نت ادفانتج وشركه مباشر ومجموعه شركات. كان تركيزي على شركه وان كارد اللي هي كانت عباره عن بيمنت جيت واي بطاقه. طبعا كمان اللي بذكر هذيك الفتره اللي هي بين 2004 لل 2000 وتقريبا 6-7 كان في بالسعوديه اكثر من 35 بطاقه اللي هي بطاقات اتصال على طريق الانترنت اللي هي زي زجول وانتركي ونسمة انترنت كانوا هدول الاتصالات. بالمجموع كان في 35 بطاقة، فكانت عبء على يعني السوبر ماركت او اي حدا انه يقدر يحصلهم كلهم. فطلعنا بفكرة بطاقة وان كارد، وهي البطاقة كان جوا يعني بتشمل ال 35 او 37 بطاقة الموجودة في المملكة، ومن ضمنها بطاقات الاتصالات طبعا الجوال. المهم لما بلشنا نكبر وبلشنا بوان كارد نفكر كيف نقدر نعمل يعني نجيب الشركات العالمية الثانية. بهاي الفترة كان وان كارد اقوى بطاقة دفع في السعودية، كانت السعودية تقريبا والكويت هم اكبر مكان للشراء عن طريق الانترنت، بس ما بننسى في الامارات في مصر في الاردن في دول ثانيه بلش يطلع فيها بطاقات متفرقه. فصفى عبء على اي شركه دوليه انترناشونال، يعني لسه الحجم الماركت في الوطن العربي كان صغير مقارنه في الحجم العالمي. فكنا لما نروح لاي شركه كبيره مثلا زنجا ايامها او جوجل او فيسبوك، اي ناس كان عندهم دفع وتحكي لهم انه احنا اكبر ناس بالسعوديه يقول لك ممتاز بس بدي الوطن العربي كله لانه يا دوب بيكون ماركت معين. فبهاي اللحظه وصلت معي فكره انه اقدر انا اعمل شركه، هاي الشركه تجمع كل مواقع الدفع مباشره الموجوده في الوطن العربي، فبحيث اي شركه مستقبلا بدها الدفع تقدر تفوت مباشره على جيت تو بلاي او هايبر باي تشتريها تشبك معها، فبكون اخذت كل الوطن العربي مباشره. انا بحب هاي الصور، هاي التيم تبعنا بين السعوديه وبين الاردن وبين دبي. في نقطتين بس، اخر نقطتين بس بدي احكيهم سريعين. احد اهم عوامل نجاح انك تبني شركه التيم تبعك. اول شيء لازم تكون عارفه كيف تبني تيم صح بحب الشغل بحب الشركه، ولما توصل لهذا التيم بدك تعطيه، يعني بدك تعطيه شيرز، بدك تعطيه اهتمام، بدك تعطيه من وقتك،
بدك تتعب معه. الحمد لله بهايبر باي نسبة ال يعني تيرن اوفر او اللي بيطلعوا من الشركة في بعض السنوات كانت صفر، واذا مش صفر بتكون واحد او اتنين يعني بالمية لأسباب مش بيدينا، يعني مثلا واحدة تزوجت او سافرت او شو مكان يعني مش بيدينا. فبدك تركز على التيم تبعك، بدك تركز على الكواليتي تبع الشغل تبعك، والمصاري فعلا تيجي بعدين. يعني زي ما كانوا بيحكوها قبل شوي، اذا اشتغلت صح بدك تصبر، بدك تعرف تتعامل مع الانفسترز تبعونك او اذا كنت انت سيلف فاندنج لبين ما توصل لهي المرحله، والمصاري فعلا بتبلش تيجي. يعني احنا بشغلنا الحمد لله يعني اي شيء عملناه السنه الماضيه هو محسوب لنا السنه هاي هلا من غير تعب، بس بدك تحافظ على الكواليتي تبعك. فاذا انت محافظ على الكواليتي الميرشنتس ما بيطلعوا من عندك، فهذا ريكيرينج بزنس اوريدي جاي لك من غير اي شيء. وبعدين بدك تبني على البزنس الجديد اللي انت ماشي عليه. طبعا في كمان شغله مهمه بدك تكون عارفها، انه انت اليوم لما بتبني زي بيمنت جيت او تبني اي سيرفيس لها علاقه بالناس، سو انت كمان عاد يو ار كرييتنج جوبز، عم تخلق كميه فرص عمل لناس انت ما لك دخل فيهم كبيره جدا. عندنا بهايبر باي في اكثر من 5000 يمكن يعني ميرشنتس غير اللي سكروا، انا بحكي الاكتف يعني اول ان اول يمكن 20000 اللي تعاملنا معهم. ال20 او ال5000 خلينا نحكي الموجودين الان، انا متاكد انه فيهم اكثر من 20 او 25000 موظف قائمين على افكار رائعه باي كوميرس او شو ما كان، وقاعدين بيستفادوا من خدمات هايبر باي. واحنا يعني هذا الشيء كمان بخليك تكون مبسوط كثير. للاسف ما فيش وقت، فشكرا لكم.